تنس الطاولة. بطلتنا هنا جودة، وهي مصنفة عالمية الحقيقة، وليست مصنفة في مصر فقط أو في إفريقيا، لكن هي مصنفة عالمية. بطلتنا هنا جودة كسبت النهاردة في هذه البطولة اللي احنا لسه كنا بنتكلم مع كابتن أشرف عبد الفتاح رئيس جهاز تنس الطاولة. خلينا نقول لها مبروك، ألف مبروك يا هنا. الله يبارك وحضرتك. عاملة إيه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. إيه كسبتي كام النهاردة؟ احنا نعم؟ أنت كسبتي كام النهاردة بقول لك؟ الحمد لله لعبت 3 ماتشات، ماتشين في تحت 17 وماتشين تحت 19. الحمد لله كل الماتشات كسبتها 3-0، والحمد لله عرفنا نكسب في الآخر. ألف ألف مبروك. يعني إيه الأخبار؟ الدنيا عاملة إيه؟ الفرحة عاملة إيه؟ مبسوطين إزاي؟ محتاجين إيه برضو نعمله مع حضراتكم خلال الفترة اللي جاية علشان نبقى دايماً كإعلام النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي نكون دايماً موجودين معاكم يا هنا؟ احنا اكيد مبسوطين جدا ان احنا كسبنا ماتش تحت 19، كان ماشي حلو الحمد لله، يعني بنلعب كلنا حلو قوي. ماتش 17 برضو بس كان بقى اصعب بكتير، يعني كسبنا 3-2 اللي هو بالعافيه يعني، بس الحمد لله يعني ربنا سترها ولعبنا وعملنا اللي علينا ولعبنا حلو، والنادي كده كده بيعمل كل حاجه معانا، فصراحه ما نطلبش حاجه اكتر من كده. لا ما تتكسفيش، لو عايزه تطلبي حاجه اطلبي، ما فيش مشكله خالص. والله والله طب الحمد لله الحمد لله. يعني برضو هنا ارتباط الجمهور بيكي تحديدا، ان انت دايما موجوده على السوشيال ميديا كتير، بنشوفك كتير موجوده من خلال قناه الاهلي، موجوده من خلال اعلام النادي الاهلي، فاعتقد ان الارتباط ده بيسبب لك يعني او انت حابه هذا الموضوع بشكل كبير وبيديكي مسؤوليه كبيره جدا خلال الفتره القادمه يا هنا. اكيد بيبقى في مسؤوليه زياده، بس انا الصراحه ما يعني ما بيبقاش ليا دعوه باي حاجه في السوشيال ميديا، يعني كلها مامتي وكده هم المانجرز وكده، وانا يعني انا بلعب بس. انت بتلعبي بس؟ والله برافو عليكي، حلو قوي الكلمه دي. يعني انت مش انت اللي بتعملي اي حاجه على السوشيال ميديا ولا حاجه، ده والدتك او يعني حد اخر كمان بيبقوا هم المانجرز بتوع الموضوع. ايوه والله برافو عليكي. تتمرني قد ايه يا هنا كل يوم؟ ودلوقتي حالا تحت 19 سنه اولاد كسبانين 3-0. خلص خلاص ولا لسه؟ كسبوا 3-0 خلاص، المباراه خلصت وانتهت 3-0. خلاص كده يبقى احنا كسبنا البطولتين تحت 17 بنات واولاد وتحت 19 بنات واولاد برضو. ايوه الحمد لله. الف الف مبروك يا هنا، ودايما كده مفرحنا ودايما كده بتبسطونا. الف مبروك يا حبيبتي. بارك الله. بارك لكل زمايلك. ساره مع حضرتك. اديها لي يلا ساره. ازيك يا ساره، اخبارك ايه؟ حضرتك الحمد لله. عامله ايه؟ الف مبروك. الحمد لله الله يبارك في حضرتك. ميرسي. اخبار الدنيا ايه؟ كسبتي كام النهارده يا ساره؟ الحمد لله احنا كسبنا الماتش كله 3-0 وكسبت ماتش 3-1. هو انت بتلعبي ماتش لوحدك وبعدين بيجمعوا المباريات، اشرحي لنا نظام البطوله ازاي؟ هو البطوله احنا بدانا اول ماتش على طول 16. نعم. تمام، وبعد كده الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب كل الماتشات، والحمد لله ما حدش فينا خسر اي ماتش لحد ما وصلنا لحد النهائي. والحمد لله كسبنا 3-0 برضو، وكلنا الحقيقه الحمد لله كان اداء حلو واداء مشرف. تلطيش كده كله تلطيش. لا والله الماتشات كانت يعني حضرتك بجد كانت يعني بجد ادينا حلو الحمد لله يعني، والحمد لله دلوقتي يعني حتى لسه في 19 سنه ولاد لسه كسبانين برضه الحمد لله، خدنا اول كل الايفنتات الحمد لله. الف الف مبروك، ويعني دايما كده مبسوطين. عايز تقولي كلمه لجمهور النادي الاهلي اللي بيتفرج عليكي دلوقتي؟ انا بشكر كل المدربين الحقيقه، كابتن اشرف فتاح وكابتن وسام اسماعيل وكابتن هيثم وكابتن فتحي ببارك، كل المدربين حقيقي، وكابتن عادل شومان وكابتن احمد عادل، لان هم الحقيقه بجد تعبوا معانا جدا. يمكن احنا طول الموسم كنا بنتمرن علشان خاطر الفرق، لانها اهم فرق بالنسبه للناشئين، فرق كانت عندنا الحمد لله يعني ان احنا زوار اخذنا اول، وكان اداء الحمد لله كان كويس جدا. الف مبروك لكل النادي الاهلي. الف مبروك يا ساره، الف مبروك. اديني مؤمن بقى برضو ابارك له. الو يا مؤمن، الف مبروك يا حبيبي، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك، الله يبارك في حضرتك. الحمد لله الحمد لله. سعداء جدا طبعا بالفوز النهارده، وجايبين لكم اهو صور جميله جدا، يعني الفرحه، وكسبنا 17 سنه وكسبنا 19 سنه، اعتقد شيء مميز جدا يا مؤمن.
الحمد لله والله في 17 سنة الحمد لله يعني كل اللعيبة عملت اللي عليها يعني في الماتش الأخير يعني كسبنا 3-2 بس الحمد لله يعني كسبنا. نعم 19 سنة الحمد لله كسبنا كل الماتشات 3-0. كسبت كل الماتشات بتاعت 19 و17 3-2. لا بتاعت 17 آخر ماتش أخد مننا شوية بس الحمد لله يعني قدرنا إن إحنا نكسب كسبنا 3-2. ف 19 سنة بقى كسبنا كل الماتشات 3-0. مباريات بقى 17 سنة أصعب ولا 19؟ والله هو مفيش يعني هو بالنسبة لنا كان أصعب ماتش اللي هو الزمالك والحمد لله يعني قدرنا إن إحنا نكسب الماتشين الحمد لله. فبالتالي مفيش حاجة كله صعب يعني. الحمد لله الحمد لله يعني قدرنا نكسب. يعني الحقيقة فخورين بيكوا جدا يا مؤمن وبإنجازات دايما تنس الطاولة خلال الفترة الأخيرة، دايما كده مشرفينا ودايما مبسوطين ودايما فرحانين معاكوا يا مؤمن. أنا بشكرك جدا وألف ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. شكرا جدا. شكرا جزيلا مؤمن صلاح لاعب النادي الأهلي. كانت إطلالة سريعة جدا على فوز النادي الأهلي ببطولة 17 سنة أولاد وبنات و19 سنة أولاد وبنات في تنس الطاولة. ألف ألف مبروك. دايما افراح ودايما يعني بص الصوره، هات لي الصوره مره تانية، بص الولاد فرحانين ازاي ومبسوطين ازاي. هو ده النادي الاهلي، هو ده اللي انا كنت بتكلم فيه. هناك من يحارب علشان تاريخه جوه النادي الاهلي، وهناك من يحارب عشان يمشي خارج النادي الاهلي او عشان بينظر لطموحات اخرى، وبالتالي هو ده الفرق دايما في هذه الصوره اللي احنا شايفينها.